إيران أمس نفذت وعدها وضربت العمق الإسرائيلي، هل هذا بمعنى أن إيران بعد هذه الضربة المباشرة على إسرائيل قد دخلت الحرب فعليا ضد إسرائيل، أم أنها ستكتفي بهذه الضربة المحددة؟ الكثير يتقول ويقول الكثير حول هذا الصراع أنه هناك تفاهمات تحت الطاولة، هناك معرفة، هناك تنسيقات. حتى هذه الضربة الأخيرة سمعنا مثل هذا الكلام، لكن هناك حصل لأول مرة يحصل اعتداء على الأراضي الإيرانية من خلال القصف الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. إذن هذه أول مواجهة رسمية، وتعلنها القوات الصهيونية، الكيان الصهيوني يعلن مسؤوليتها عن هذا الأمر. إذن إيران أمام أمر واقع، أصبحت إما أن تقف أمام هذا الكيان وتماديه بهذا الاعتداء، إما أن تصبر وتستمر بالصبر الاستراتيجي الذي تبنته خلال العقود الماضية، وإما أن تردع. هذه المرة استبدلت الصبر الاستراتيجي بالردع الاستراتيجي برأيي. يعني الصبر الاستراتيجي انتهى، وأعلنت بكل صراحة أنها سترد وستعاقب وتؤدب هذا الكيان على ما ارتكبه من جريمة بحق القنصلية والشهداء الذين راحوا ضحية من القادة في الحرس الثوري في ذلك المبنى. فطبعا صارت ضغوطات كثيرة. إيران طبعا في الحقيقة كانت هذه ورقة ذهبية أرادت أن تستفيد منها لصالح أهلنا في غزة، فأعطت إشارة واضحة لمن يحمي هذا الكيان اللقيط بأنه إذا أردتم عدم الرد عليكم بقبول شروط المقاومة الإسلامية في غزة وإنهاء الحرب والاعتداء على أهلنا في غزة، يمكن أن نعيد النظر في هذا الردع. أعطت فرصة يعني كم يوم للدبلوماسية أن تفعل فعلتها. على المستوى العربي، ثلاث دول عربية دخلت في الخط، تركيا دخلت على الخط، وثلاث دول أوروبية، يعني دولتين أوروبيتين وأستراليا، ست دول تقريبا، سبع دول دخلوا على الخط في سبيل تبادل هذه الآراء بين طهران وأمريكا، وطبعا من خلال هؤلاء إلى الكيان الصهيوني. أعطتهم فرصة إلى يوم السبت. السبت إلى الساعة 9 مساء انتهت الفرصة، يعني يوم أمس انتهت الفرصة، ونفذت إيران عقوبتها على الكيان الصهيوني، عقوبة محدودة كما أعلن المسؤولين الإيرانيين أنه كانت عقوبة محدودة ضمن أهداف إسرائيل محددة. إسرائيل رفضت الطلب الإيراني بقبول الاشتراطات المقاومة الإسلامية، ما هي هذه الاشتراطات التي كنتم قد طرحتموها؟ نحن لم نطرح، يعني إيران لم تطرح الشروط. هناك مفاوضات كانت جارية بين المقاومة الإسلامية، حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، بصورة تفاوض حول كيفية وقف إطلاق النار، كيفية إطلاق الأسرى، وكيفية إدخال المساعدات، وموضوع إعادة الإعمار، والشروط التي أعلنتها حماس والجهاد الإسلامي في المفاوضات. وما زالت هذه المفاوضات طبعا جارية، لكن هناك تعنص صهيوني لكم مرة، يعني كلما حاولوا الوصول إلى نتيجة نرى هناك نوع من المماطلة والتعنت الصهيوني، وخاصة نتنياهو، حتى سربت بعض التصريحات الصهيونية أنه نتنياهو كان يفشل هذه المفاوضات وهذا الحل الذي كان بالإمكان أن يصل إلى نتيجة. على أي حال، إيران دعمت هذه المفاوضات للمقاومة الإسلامية في القاهرة من خلال هذه الورقة الذهبية التي كان بالإمكان أن تستفيد منها لصالح أهلنا في غزة، بعدما رأينا، يعني العالم كله رأى 6 أشهر الفلسطينيين يعانون والعالم يتفرج، بل يؤيد ويمد الصهاينة بالأسلحة، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وللأسف الشديد بعض الأنظمة العربية كذلك تساعد الكيان الصهيوني. فلذا كانت كمحاولة لتخفيف وطأة الأزمة الموجودة والحرب القائمة ضد أهلنا في غزة، لكن لم تستجب الأطراف المعنية وخاصة الكيان الصهيوني، وتمت الضربة. 5 نقاط ضربت، هي هذه النقاط التي ساعدت على، يعني إن كانت مطار أو مركز رصد أو لوجيستيك، هذه المناطق 5 التي حددت ضربت، هي التي قامت بالهجوم على القنصلية الإيرانية
في دمشق، وإيران أعلنت أن هذه يعني كانت مرحلة تأديبية وانتهى الأمر. طيب إذا أستاذ ما أمير حصل رد صهيوني سيكون الأمر يختلف.